حديث الجمهور الرياضي يعني حول عدم استدعاء بانو للعب صفوف المنتخب المغربي. كل شيء كينتظر ان الناخب الوطني يستدعي بانون. هو كتبقى اختيارات وكل مدرب حر في اختيار يعني او في تكوين تشكيله ديالو. يعني الا بغينا نتكلموا على بانون حاليا راه ما يعني كل شيء كان كيقول ان شاء الله راه غيتم استدعائه ولكن لم يتم ذلك. بانون شاب مزيان تقريبا عنده نفس الحدود اللي عند حدادي. نعم نفس الحدود اللي عنده حدادي. بانون ديناميكي ناشط هو باغي يلقى القميص الوطني تيحب الوطن ديالو وباغي يجي، لكن الاشكاليه بقات في المدرب. المدرب يعني حائر قدر يجي قدر ما يجيش، لكن مع الظروف غادي يجي غادي تيستضاف ويجي يعني غادي يستدعيه. غنشوفوا بانو في التشكيله ديالنا يعني عما قريب. هذا ما تقوله الارقام. هادشي اللي كاين عندي هنا. اذا من دابا نباركوا البانون ولا نصبروا شويه؟ باركي لي باركي لي. مبروك عليك السي بانون ان شاء الله باذن الله تعالى، ومبروك لجميع الجماهير اللي كينتظروا ان بانون يلبس القميص المغربي. من يجي بانون ان شاء الله، من يكون بانون ان شاء الله من يلبس القميص الوطني ما ينساش الوطن ديالو خلاص. ياك هو كان كيلعب بالقميص الرجاوي، حاليا هو لاعب الاهلي المصري. اذا صافي قولي وجد الحويجات يجمع الشنطه ديالو ونتمنوا التوفيق باذن الله تعالى، لان صدقا يعني الكل يعني كنهضر لك على المهتمين بالشان الرياضي ينتظر. انا نقول لك واحد القضيه، بانون كاينه واحد النقطه مهمه. بانون انا افضل بانون، انا شخصيا افضل بانون على تلات الحدادي. ياك افضل بانون على تلات الحدادي، لان بانون غادي يعطي القميص الوطني اكثر ما غادي يعطيه الحدادي. يعني واش نقولوا ان بانون ان شاء الله غيتم استدعائه وغيدير البصمه ديالو؟ بطبيعه الحال يدير البصمه ديالو احسن من اللاعب الحدادي. ولي عنصر مهم في المنتخب ما نستغناوش عليه. لا انا عاقلت واش ممكن تاكد لي؟ لا راه تاكد لك هذه على حقاش. انا قلت لك عندهم هما نفس الارقام اللي عند بانون عند 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 سميتو الحدادي، نفس الارقام. هي الحدادي زايد في شبيليا وبانون فين زايد؟ بانون مغربي. هذا هو الفرق اللي قلت لك انايا. علاش؟ لانه هو غادي يعطي اكثر كاع من الاخر. نعم حيت بانون الا لبس القميص الوطني غادي يلبسوا على جدار، لانه هو مغربي اصلا. اما الاخر شبيلي. لا هو ما هو مغربي في الجنسيه، بدنا نتكلم على الجنسيه، حيت كاين فرق ما بين انت مغربي بمعنى انت مغربي خالق. لا بانون خالق يعني في المغرب وكابل في المغرب وشارب الماء ديال المغرب وشارب حليب الام ديالته المغرب وشارب كل شيء ديال المغرب واكل ديال مدينة المغرب والحر ديالته المغرب، ماشي بحال واحد مثلا اللي هو زايد في فرنسا ولا في امريكا ولا في هولندا في هولندا وعاد ستاتو في الاخر تدعيه يجي. فرق بزاف كبير. هذا الشيء باش نقول لك انا على حساب الارقام اللي عند بانون نفس الارقام اللي عند الحدادي، ولهذا تنقول انا مثلا بانون الى 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 جا ولبس القميص الوطني غادي يكون احسن من اذا غيجي. غادي يجي، ما تقلقيش.